أهلا بكم في هنا البحرين. تحت رعاية سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، تم الاختيار النهائي لمشاركي المشروع الوطني لامع بعد تصفية كبيرة ومشوار طويل، حيث يهدف البرنامج إلى خلق فرص للمشاركة الشباب في التنمية في مختلف القطاعات في المملكة والعمل على تمكين الشباب بشكل عام. فلنتابع التقرير التالي. وسط حضور سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام وسعادة السيدة روان بن توفيق نجيبي وزيرة شؤون الشباب وعدد من شخصيات الدولة بالحكومة ومن القطاع الخاص، تم اختيار القائمة النهائية من مرحلة التحديات للمشروع الوطني لامع. المشروع الوطني لامع يشكل لنا مستوى كبير راح ينعكس على شخصياتنا، مهاراتنا القيادية ومهاراتنا الشخصية كذلك، ورش ودورات تدريبية راح ترفع من قدرات الشباب البحريني المشارك في هاي البرنامج. كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد على دعمه لمثل هاي المشاريع الوطنية القيادية. برنامج لامع مشروع بدأ مع المئات من المتحدين ليمروا عبر سلسلة من التحديات والاختبارات المتنوعة، سواء كانت فردية أو جماعية، والتي على إثرها كانت تأهل للطرف المجتاز لهذه المراحل. برنامج لامع يمثل دفعة جديدة للشباب البحريني أنه يوصل إلى مناصب قيادية عن طريق دورات تدريبية، مشاركات رسمية تأهلهم أنهم يكونون المستقبل البحرين. المشروع الوطني لامع وبعد نسختين ناجحتين أشاد بهما كل المتابعين يصل للنسخة الثالثة، والتي تعتبر أقوى النسخ في مراحلها حسب شهادة القائمين عليه، وذلك لإيصال شخصية لامع البحرين الفائز مع أفضل نقاء ودقة في الاختيار. ينطلق معرض الخليج للتعليم والتدريب في نسخته الثانية في الفترة من 24 وحتى 25 من أكتوبر الجاري بأبوظبي، ويشكل المعرض منصة نموذجية تتيح للطلبة وخاصة في المرحلة الثانوية تحديد الخيارات المناسبة لهم من الجامعات والبرامج الأكاديمية من خلال إمكانية مقابلة نخبة من ممثلي الجامعات المحلية والدولية لمناقشة كل ما يتعلق باهتماماتهم وطموحاتهم العلمية والإجابة على جميع استفساراتهم لتمكينهم من تحديد مسار دراسي يساعدهم على الوصول إلى حياة مهنية ناجحة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف الشيخ نورة الخليفة رئيس اللجنة المنظمة لمعرض خليج للتعلم. أهلا ومرحبا بك معنا شيخة. طبعا وسط هذا الكم الهائل من الجامعات حول العالم وبالتحديد في الخليج، كيف يمكن للطالب أن يوفق ما بين اختياره الجامعي وطموحاته المهنية وبين ما يتطلبه سوق العمل؟ بالنسبة للطالب طبعا يستطيع الطالب الجامعي التوفيق بين طموحاته من خلال اختيار التخصص، لأنه هو ليس فقط شهادة يحصل عليها، إنما هي بوابة ومفتاح لسوق العمل، لذلك عليه الاختيار بدقة بما سيحدد الطالب لتحديد مساره المهني. برأيك كيف يمكن لهذا النوع من المشاركات العمل على تسويق مملكة البحرين كوجهة للدراسات الجامعية؟ المشاركات الخارجية في مثل هاي المعارض تتيح فرصة أكبر للتعاون بين الجامعات والتبادل الطلابي، وأيضا يساهم في السياحة التعليمية للمنطقة، وأيضا تبادل البحوث بين الطلاب وأيضا بين الأكاديميين المشاركين في المعارض هذه. جميل جدا شيخة، هل من كلمة أخيرة أو نصيحة توجهينها للطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية؟ نتمنى لكل الطلبة المقبلين على الحياة الجامعية يتفائلون ببداية جديدة ويعرفون يختارون التخصصات المناسبة التي تناسب ميولهم في سوق العمل، ليس فقط ميولهم الشخصي. كان معنا الشيخة نورة الخليفة رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الخليج للتعلم، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. نظمت الإدارة العامة للمرور المشاريع التوعوية المرورية، وذلك بمشاركة أكثر من 36 ألف طالب من المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال الذين استفادوا من هذه المشاريع التوعوية خلال سنتين دراسيتين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. تعمل الإدارة العامة للمرور على توعية طلاب المدارس حول أهمية السلامة المرورية
وقد تم تنظيم مجموعة من المحاضرات التي تعزز الوعي لدى الطلاب والطالبات، كما وتشمل هذه المحاضرات شرحا مفصلا لقواعد المرور وأهمية احترامها للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين. ضمن حرص الإدارة العام للمرور لقرص الوعي المروري لأبنائنا الطلبة والطالبات، تم تعاون الإدارة مع وزارة التربية والتعليم لتقديم المشاريع التوعوية بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك لخلق جيل واعي بالأنظمة والقواعد المرورية منذ الصغر، وتعليمهم كيفية المحافظة على سلامتهم والتعامل مع البيئة المرورية. وتعد هذه المشاريع نتاج تعاون وتنسيق مشترك بين الإدارة العامة للمرور ووزارة التربية والتعليم. نشكر وزارة الداخلية متمثلة في إدارة العامة للمرور على حضورهم على هاي المحاضرة الأمانة، كانت قيمة وكانت مثمرة، والتفاعل الطلاب معها كانت جدا ممتاز. أتمنى من الطلاب الأعزاء الاستفادة التامة من هذه المحاضرة، وأن تنعكس إن شاء الله على حياتهم المستقبلية، مقبلين على مرحلة مهمة بعد التخرج إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لهم السلامة والأمان في الطرق إن شاء الله. وهكذا فإن الشراكة المجتمعية لها دور رئيس في التوعية المرورية، وأن سلامة طلاب المدارس تعتبر أولوية في العمل المروري لمواصلة تنفيذ المشاريع التوعوية وتعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق مستويات أعلى من الوعي المروري وضمان سلامة المجتمع. نظم المركز العربي للإعلام الإلكتروني بالتعاون مع جامعة العربية المفتوحة وشركة حلول الجودة للاستشارات ورشة عمل بعنوان توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام. وتطرقت الورشة إلى عدة محاور، أهمها نظرة عامة حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في صناعة الإعلام، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مسائل تطبيقات وسائل الإعلام وفهم الجمهور، وذلك أيضا حول سلبيات الذكاء الاصطناعي والتحديات التي قد تواجه الإعلاميين في مسيرتهم المهنية. الذكاء الاصطناعي حاليا وايد ناس يحبونه، او مو وايد ناس يحبون، الشركات قامت تتجه له. ليش؟ لان هذه خلينا نقول هو المستقبل. يعني الاي اي الحين لما تكتب في جوجل مثلا ابي اكتب مقال، حتى الناس يستعملونه حق ماجستير، ابي اكتب ماجستير مثلا في رساله فلانيه في هالموضوع الفلاني، على طول اجهز لك. احنا طبعا محمان، احنا نبي نعرف شنو ايجابيات وسلبيات عشان نعرف شلون نستخدمها اصلا. فهذه الورشة هي تركز لك على الأشياء اللي ممكن تستفيد منها بحياتنا الواقعية، حياتنا اليومية. أول شيء بدينا الورشة بتعريف الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وبعدها فوائد واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وعقبها انتقلنا إلى الأدوات اللي ممكن هي تساعدنا في أن احنا نوظفها في خدمة مجال الإعلام. وطبعا وايد ناس متخوفين من ان الذكاء الاصطناعي ياخذ وظائفهم، وهو صح ان الذكاء الاصطناعي راح يحل محل العديد من الوظائف، ولكن بالمقابل هناك العديد من الوظائف الجديده التي ستخلق. فبدل ما يقوم هو بالشغل نفسه، يقوم بالاشغال الروتينيه الممله نفسها، بيقوم هو يشرف على هذه الاشغال اللي راح يقوم فيها الذكاء الاصطناعي. تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، تقيم جامعة البحرين للتكنولوجيا مؤتمر تقنية المعلومات في ظل تطور الحوسبة الذكية والتطبيقات الهندسية تحت عنوان تشكيل مستقبل التكنولوجيا من خلال الحوسبة الذكية والهندسة، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 و26 من أكتوبر الجاري. ويهدف المؤتمر إلى تسهيل تبادل المعرفة والأفكار الجديدة في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية، حيث سيتم تقديم الأبحاث والدراسات الجديدة والمبتكرة، وتتاح الفرصة للباحثين والمهنيين لمناقشة وتحليل التحديات والتطورات الحالية في هذه المجالات. يقوم وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وزير السياحة بالوكالة بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية في الفترة ما بين 21 وحتى 27 من أكتوبر من هذا العام. تأتي هذه الزيارة بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة وبدعم من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية النوعية
في البحرين، وستركز الزيارة على جانب من مشاريع استثمارية بارزة عدة في قطاعات ذات أولوية استراتيجية من خلال عقد لقاءات مع كبار المستثمرين والمسؤولين الحكوميين في الصين. إلى هنا ينتهي برنامجنا البحرين، إلى اللقاء.